مرحبا بكم متابعينا الكرام. فاكهة معجزة تناولها مرة أسبوعيا تعزز المناعة وتحارب السرطان وتقوي العظام. ولكن فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك منا كل جديد بإذن الله. وهبنا الله عز وجل بهذا الكون العظيم الذي يمتلئ بالكنوز الطبيعية التي تسهل حياتنا، ومنها بعض المكونات الطبيعية التي تعالج الكثير من الأمراض وتمدنا بالفوائد العظيمة التي تنظم الجسم. ونحيط حضراتكم علما في هذا المقطع التفاصيل الكاملة عن فوائد فاكهة الأناناس محمل بالفوائد الصحية على الجسم، كما أن تناوله يعد من الأطعمة الأكثر صحية في العالم. وهذا المكون الغذائي الرائع غني بالعناصر الغذائية الصحية ويجلب العديد من الفوائد إلى الصحة. هل تعلم قوة فاكهة الأناناس؟ يعد الأكثر قوة لمساعدتك على مقاومة الكثير من الأمراض لما يحتويه على المواد المفيدة. وتعد فاكهة الأناناس من الأنواع الشعبية المليئة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية ومنها المساعدة على الهضم وتعزيز المناعة وتسريع الشفاء من الجراحة. ونستوضح مع حضراتكم في هذا المقطع التفاصيل الكاملة بشأن أهم 5 فوائد صحية رائعة لتناول الأناناس مرة في الأسبوع. يعمل على تسهيل عملية الهضم، فيحتوي الأناناس على البروميلين، وهي مجموعة من الإنزيمات الهاضمة التي تكسر البروتينات، ما يسهل عملية الهضم خاصة عند المصابين بكسور البنكرياس. تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان. ونوضح لكم أنه يحتوي على مركبات تقلل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وكلاهما مرتبط بالسرطان، ومن أحد هذه المركبات هو إنزيم البروميلين الذي قد يحفز موت الخلايا في بعض الخلايا السرطانية ويساعد في عمل خلايا الدم البيضاء، يعزز المناعة وتقليل الالتهابات. وبسبب احتوائه على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والإنزيمات مثل البروميلين التي قد تعزز المناعة وتقمع الالتهاب. علاوة على ذلك، أظهرت الدراسات أن البروميلين الموجود يمكن أن يقلل من علامات الالتهاب، يخفف من أعراض التهاب المفاصل. قد توفر الخصائص المضادة للالتهابات في الفاكهة المعجزة تخفيفا قصير المدى للأعراض للأشخاص الذين يعانون من أنواع شائعة من التهاب المفاصل. تقوية العظام. كونه غني بالمنغنيز الذي يساعد في تقوية عظامك، لذا كل ما عليك فعله هو إضافة هذه الفاكهة إلى نظامك الغذائي اليومي، وهذا سيساعدك في الحفاظ على جسم قوي والحفاظ على عظام قوية وصحية. كثيرا ما نسمع عن أن للفواكه فائدة صحية جيدة للجسم، ولكن لا نعرف ما الفائدة الحقيقية من كل نوع على حدة. ويحدث كثيرا أن نتذمر من نصائح الأهل والأطباء عن ضرورة تناول وجبة الفواكه يوميا. لذلك دعونا نتعرف على بعض فوائد الفواكه الطازجة التي تحافظ على صحة وسلامة الجسم. توجد فوائد جمة لا تعد ولا تحصى للفواكه، فهي غنية بكافة العناصر الغذائية كالفيتامينات والمعادن والحديد والأملاح، بالإضافة إلى الكربوهيدرات والسكريات والألياف والبوتاسيوم وحمض الفوليك. وأهم ما يميز الفواكه قلة السعرات الحرارية، ولقد قام العلماء وخبراء التغذية بعمل البحوث والدراسات العديدة للاستفادة. ولتكن إنسانا صحيا لنفسك، فغذاؤك هو دواؤك، ولذلك قم بتوفير وقت من يومك لأجل وجبة خاصة من الفواكه يوميا، وشاركنا في الحوار برأيك
فرأيك مهم.